يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قال لامرأته والله رجل قال لامرأته والله إن أخبرت أهلك بهذا الموضوع فأنت طالق، فما الحكم في هذا الحلف حيث قد حلف هذا الرجل بالطلاق والمرأة متحيرة الآن؟ هذا إما أن يذهب إلى القاضي وإما أن يأتي إلى الإفتاء لأجل يسجل كلامه ويكتب عليه محضر ويوقع عليه ثم يفتى بما يطابق حالته. نعم.